مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ كيفك انت؟ ملا انت تذكر اخر سهرة سهرتها عمك؟ انا ماشي حالي بس مثل ما شايفي وئام غابت الشمس. غابت الشمس وبردة النسمات ولبست قميص الليل ضيعتنا. طب همام بهالحالة شو رح نعمل بغياب الشمس؟ طبعا وغياب الشمس مثل ما بنعرف يعني الليل، والليل يعني للنوم، كمان خلق للسهر. طبعا اكيد رح نسهر مع مشاهدينا الكرام بمقهى رمضان. ليش في مقهى اسمه رمضان؟ لا وئام، برنامجنا اسمه مقهى رمضان وباحد الاماكن الشعبية. البرنامج هو عبارة عن زيارة لأحد المقاهي، وأكيد في حياة وفي الأحبة وبتجتمع فيه الناس وفي العجقة والمحبين، ولأنه ناسنا بيحبوا الحياة أكيد رح نسهر معهم اليوم. كونوا معنا. خلونا هلأ ندور سوا على شيء قهوة فيها المواصفات المطلوبة لمشاهدينا. يلا وئام. تفضل. تفضل مشاهدينا. في قهوة على المفرق، في موقدي وفي نار، نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار. جيت لقيت فيها عشاق اتنين صغار قعدوا على مقعد نار، سرقوا منا المشوار. يا ورق الأصفر عم نكبر عم نكبر، طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر، تخلص الدنيا ما في غيرك يا وطني يا وطني يا وطني. مفكرها ما نموت هلا وما متكبر وراك مو نعمل جد، بس المنظر حلو، ما بعرف حلو كثير. مساء الخير مشاهدينا. يسعد مساكم مشاهدينا. كيفك وئام؟ الحمد لله. كيفك انت همام؟ شو رايك بالجو وكذا هيك؟ انا لفت انتباهي المنظر اللي وراي كثير، عن جد جدا رائع جدا جميل. شو رايك لكان نكون مع مشاهدينا اليوم يكون مقهانا هون؟ اكيد همام، وفي مناسبه اكيد كمان نحن بنعرف هذا المقهى اليوم في احتفاليه لاهل الفن تحت شعار رمضان اللي جمعنا لاهل البحر، فأكيد رح نشارككم اليوم الأجواء الرمضانية بهيدا المساء بحلقة جديدة من حلقات مقهى رمضان. أكيد وئام، فنون أهل الفن بالتأكيد وأهل البحر، بنرحب بكل فنانينا اللي جايين على محافظة اللاذقية، لكن مشاهدينا الكرام رح نكون مع هالحلقة مع الفنانين هون بمقهى رمضان. تفضلوا معنا. البيوت عم تكبر عم تكبر، تخلص الدنيا ما في غيرك يا وطني يا وطني. مشاهدينا الأكارم، طبعا أنا هلا حاليا بحضرة أحد الفنانات السوريات النجمات بمجال الدراما وبمجال الكوميديا، الفنانة السورية غادة بشور. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير. يسعد مساك ويسعد مسا سوريا كلها. طبعا لاحظ الابتسامة على وجوهكم، لاحظ الفرحة، طبعا قديش مهمة نفرح هيدي. الحقيقة نحن اليوم هلأ موجودين بمجموعة أهل البحر يلي نحن متعودين عليها من سنين، متعودين بأنه الكابتن مازن بوسا دائما يعمل جمعات حلوة، وهلأ أحلى شيء نحن برمضان، فرمضان بيجمعنا دائما على المحبة، والسوريين إن طول عمرهم بيتجمعوا على المحبة. طيب خليكي شوي احكي كمان برمضان مسلسلات ودراما، أكيد عم تتابعي أجواء المسلسلات السورية أكثر شيء لفت انتباهك، أكثر المسلسلات السورية اللي لفت انتباهك بشهر رمضان؟ هو لإلك أنا بالنسبة لي أنا مشاركة تقريبا بثمان أعمال، يعني أنا بذاتي ما عم بلحق إنه أنا أتفرج حتى على حالي يعني، فأكيد إنه الثانيات، لا الحقيقة في مجهود كبير عاملينه مشان المسلسلات السورية، والحمد لله رب العالمين رغم الحرب اللي هي موجودة علينا.
علينا، بس نحن قدرنا بانه نطلع بكميه منيحه من المسلسلات، والحمد لله الناس عم تتفرج عليها وعامله صدى كثير حلو عندهم منها. طبعا هي هي بالتاكيد نحن من واجبنا انه نتابع بمسيره الحياه، ان كانت انتاج تلفزيوني او اعلامي او أكيد. اي شيء دوما حتى نثبت وجودنا، نثبت انه نحن اصحاب حق. طيب خليني احكي شوي عن جمعتكم هالحلوه هون، قد ايه مستمره؟ معلش تطلعينا شوي عن شوي تفاصيل للامام. انا في عندي علم انه هي هلا يومين ثلاثه نحن مجتمعين في تكريم لنا نحن الفنانين، وهذا نحن بننبسط فيه كثير، لانه الفنان بس حس حاله بانه تكرم من اي جهه ان كانت، فهو معناتها لازم يعطي اكثر ويبدع اكثر، وهذا دافع لنا نحن الفنانين، وهذا شيء جميل جدا. طب بقول لك كل عام وانت بألف خير. وانت بخير. منورين هون باللاذقية، اهلا وسهلا فيكم، اهل البحر لاهل الفن، كل عام وانت بألف خير. خليني اياك، انا مو بعيدة عن اللاذقية، انا من محافظة اللاذقية، فمشان هيك انا سعيدة جدا بهالجمعة مثل ما انك شايف، يعني في معنا رياضيين نحن كمان مو بس فنانين، الحقيقة انا مبسوطة فيهم كثير، واليوم كان في عنا مباراة، ولأقول لك شغلة بانه حطوني انا المدربة تبع المباراة. مش بياخذ العقل، مع انه انا ما لي علاقه نهائيا يعني لا بالتدريب ولا باللعب. لا طبعا صعب، لان هي مو شغلتي، يعني هي مو شغلتي، بس انبسطت بانه المهم انه نحن نجتمع مع بعضنا ونجتمع على المحبه، وهي هي سوريا. كل عام وانت مهما كانوا ما رح نرجع ولا رح نرجع، رح نبني سوريا وترجع سوريا، هي تاريخنا، رح يسجلها التاريخ ويكتبوا سوريا إلى الأمام. ما في الأمام. طبعا مشاهدينا الكرام، هلا رح نكون مع زويلتنا وئام اللي رح ترصد لنا اجواء المباراه اللي رح تنقام بين الفنانين، لحتى نكون مين نشوف مين الرابح مين مسجل اهداف اكثر. خلونا نتابع مع بعض. مساء الخير ساكي نور، اهلا وسهلا فيكم. صدق اهلا وسهلا الفنان سائر علي، يعني عن تعريف. الله يخليك يا رب، تسلم يا رب، اهلا وسهلا فيكم علينا وعليكم يا رب. الله يسعدك يا رب، ان شاء الله على كل الشعب السوري وهالشعب الرائع العظيم. امين. الله يخليك. احكي لنا الفعالية. طبعا هي فعالية ما أول سنة، نحن على طول مع الكابتن مازن والقائمين على هذا العمل بالتعبير عن محبة وعن وفاء وعن تعايش للشعب العظيم مع بعضه. هي الدورة عبارة هادفة من مبدأ اجتماعي يعني بيسكر هذا الشرخ اللي صار بهالمجتمع السوري. والبحر هو انت بتعرفي منفتح، لذلك تسميت باهل البحر، ونحن اهل الساحل، ما بنعرف انه نحن بس اهل الساحل، بنعرف انه نحن اهل حلب الشام حمص حما من كل. شايفه انت المشاركات، ممثلين فنانين اذاعات مطربين كله من كل، حتى من لبنان استاذ ربيع الاسمار مشارك، استاذ وفيق كله مشارك ليعبر عن عظمه هذا الشعب السوري بهالفعاليه الرائعه والكادر القائم عليها الكابتن مازن كوسا. طبعا نحن شايفينك تعبان يعني خسران وتعبان، لكن بمحبة أكيد. والخسارة هون خسارة محبة أكيد، لأنه محبة طبعا هي هاللمة الحلوة. هاللمة الحلوة طبعا. أستاذ علي كيف عن أكثر أعمالك الفنية؟ أي سعدك. هلا عم اشتغل، عملت شيء وطني، عملت شيء للجيش، عملت شيء للشعب السوري، عملت شيء لقائد البلد العظيم، عملت كلاسيكي اغنية اوعى تحكيها، صورتها على اربكا وعلى هواكم، عامل هلا ما بدي سنيني اذا منك معي، في مشاريع كتير، وهلا في كاسيت، في اغنية جديدة سنجل ان شاء الله على العيد رح صورها.
ممكن يكون تصويرة أكيدة بلادية رح يكون على الأغلب، يعني أنا مختار بمناسبة الفعالية أنه برعايتها لتبيان التعايش الاجتماعي بهالبلد العظيم إن شاء الله رب. وفي ألحان كتير للمطربين لوفي لحسام لأستاذ علي الديك للكل يعني إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله. تسلمي الله يخليك تسلمي لي إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وهالمحطة الرائعة اللي هي منبر لنا جميعا بألف خير. هذا السلام فيك. طبعاً الأستاذ هادي بقونس غني عن التعريف، أهلا وسهلا فيك باللاذقية نورتنا طرق وقريت كمان. أهلا وسهلا فيكم، نحن كمان بدنا نقول لكم لأنه ما في فرق بين الشام واللاذقية وحمص وحما وإدلب وقامشلي ودير الزور والدرعة وسويدا، لأنه نحن قبل كل شيء بلد وحدة اللي هي سوريا تجمعنا، مثل ما عنوان المهرجان تبعنا رمضان بيجمعنا. شهر الخير، شهر الفضيلة، وشهر التسامح والمحبة. كتير حلو وقت بتشوفي هيك تجمع بلم شمل أحبة، وبالأخص وقت يكون في بستان من الورود وهو منوع مثل ما بقول طيف الألوان اللي هو الفنانين والرياضيين والصحافة والإعلاميين وتلاقينا كلياتنا على قلب واحد نجتمع ولو بالسنة مرة. حلو هذا التجمع، حلو هذا اللقاء، حلو هاي التلاقي مع بعضنا، وحتى نثبت للجميع بإذن الله أنه سوريا هي 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 بشو، هي هي بجمالها، هي هي بوحدتها، هي هي بقلب الواحد، تجمع كل ألوان الطيف بقلب واحد. مثل ما كنا شايفين نحن الفنانين، في فريق فنانين عم يلعب مع فريق رياضيين، وقبل شوي كان في صحافي عم يلعبوا مع فريق الفنانين. تجمع كتير حلو، وبعد غياب 4 سنين من هذا المهرجان يلي هو ترعاه أسرة أهل البحر، بنقول لهم شكرا دائما، أنتوا السباقين لهي اللقاءات الحلوة يلي عم تصير. بعد 4 سنين من التوقف رجعت البسمة طبعا لوجوهنا دائما من خلال هيك مهرجانات. مجموعة أهل البحر شكرا لها، ما عم تأثر نهائيا. من شهرين كنا كمان بفعالية مهرجان تكريمي لفنانين ورياضيين وإعلاميين. أستاذ هادي، شو بتحكينا عن الأجواء الرمضانية تحت شعار هذا المهرجان اللي عم نحضره؟ هلا أنا أعطيتك فكرة يعني كاملة من خلال هاي المهرجانات يلي عم تصير من رمضان. كنا متعودين دائما كل سنة بعد توقف 4 سنين. رمضان حلو، يعني رمضان بيجمعنا، هاي هو العنوان اللي بيأكد هذا الشعار، وهذا العنوان هو بيأكد على القلب الواحد. برجع بقول انه يا ريت تغار كل محافظات سورية من اللاذقية من هاي المهرجانات عم تصير، وان شاء الله يصير تجمع بكل المحافظات، يتخلل الرياضيين وفنانين واعلاميين وجميع الفعاليات او جميع المهن موجودة. رمضان حلو، افطار طاولة واحدة كلياتنا، نحن شي 120 شخص تقريبا، السحور سوا، المشاوير عم نروح ونجي تلاقينا موكب من السيارات مع بعضنا. حلو، الاجواء حلوة، كل يوم في بكرة بظن، كل يوم في شمس بتطلع تاني يوم، كل يوم نعيش، ونحن هاي سوريا وهي محبة سوريا وهي متعودين عليها من زمان، وعلمنا بظن سوريا علمت كتير من الناس يلي هن بالدول العربية بيجوا بياخدوا الحب من عنا، بيتعلموا الحب وبيتعلموا الأخوة، بيتعلموا الأديان الواحدة يعني احنا ما في تفرقة بيناتنا. متواجد معنا من جميع الطوائف المسيحية والإسلام والطوائف الأخرى، كلاتنا قلب واحد.
نحن ما تعودنا نكون في نحكي بهاي الطائفية، ولكن هلا انجبرنا نحكي لأنه هني خلونا نحكي الناس اللي اجونا من الخارج عم نثبت لهم نحن لا معنا طائفية، نحن ايد واحدة، كل الطوائف نحن كلاتنا اسلام، كلاتنا مسيحية، كلاتنا دروز، كلاتنا علوية، كلاتنا اي دين واحد، نحن سوريا تجمع كل الطوائف. ورمضان كريم وكل عام انتم بخير. خليكي بدنا نستثني سؤال عن شهر رمضان المبارك، هي عمل معين لباكستان هذه او اكثر عمرك بشكل عام؟ يعني انا كثير من الناس بيعرفوا انه كنت في مواقع صحيه من الله يسلمك من 4 سنين، كان في عمل جراحي ما هو سهل طبعا، فتح قلب الحمد لله، رجعت المشاريع ورجعت لمارس كل اعمالي الفنيه، رجعت للتسجيلات في الاذاعه متواصله يوميا، تسجيلاتنا للاغاني الوطنيه دعما ورداءا للجيش العربي السوري يوميا، نحن نسجل اغنيه اغنيتين للجيش للوطن لكذا. هذا الفنان حيكون رديف، نحن بنقولنا دائما نحن الجنود المجهولين يلي خلف الكواليس، نحن دائما رديف لوطننا، ولو ما كنا ظاهرين شو عم نساوي، ولو ما كنا نحن بالجيش، لا نحن بأصابيعنا إذا كنا موسيقيين نحكي، وإذا كانوا مطربين بأصواتهم ولا كتاب بأشعارهم ولا ملحنين بألحانهم. رجعت كمان لبرنامج، عندي برنامج أنا تلفزيوني في سوريا دراما اسمه موسيقيون في الظل، على مدار سنة ونص كان متواصلة، طبعا من خلال الوقع الصحية وقفنا هذا الموضوع. هلأ رجعت للبرنامج ولكن بعنوان جديد اسمه لغة الروح، امتدادا لموسيقيون في الظل. هذا البرنامج بيقول انه انا كنت استضيف دائما موسيقيين، مثل ما قلت لك انه الموسيقي دائما هو جندي مجهول خلف الكواليس، دائما المطرب بيسرق الاضواء بيطلع على المسرح، الموسيقي بيضل خلف. لا انا ساويت برنامج نسلط الضوء على الموسيقيين، نعرف الناس مين هو الموسيقي، شو شغلته. هلا هذا البرنامج الجديد اللي انا عامله كمان اسمه لغه الروح، امتدادا لموسيقيين في الظل، وادخلت قالب من قوالب الموسيقى العربيه هو الغناء، يعني صار في كمان مطربين شباب، يعني انا عم نسلط الضوء على الشباب الجداد اللي ما صحت لهم فرص وما عم تصح لهم فرص باي محطه او باي امور ثانيه. والحمد لله، ومثل ما بيعرفوا كمان كثير من الناس، عم مارس عملي في نقابه فنانين كنائبا لنقيب الفنانين. الله يعافيك يا رب، علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. الله يسلمكم يا هراج، شكرا شكرا، كل عام بخير. طبعا مشاهدينا الكرام مستمرين بالتغطية والتواجد مع ممثلين النجوم السوريين هنا في مقهى رمضان ضمن البلو ووتر، مقصف البلو ووتر ومطعم البلو ووتر. طبعا معي مشاهدينا الكرام هنا نجمة من نجوم التمثيل السوري الفنانة ليلى سمون، اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بألف خير. ينعاد عليكم، اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم ان شاء الله. طبعا انا رح تابع من مطرح ما انتهيت مع الممثل جورج، كنا عم نحكي عن ثقافة الحياة عند السوريين، قديش نحن بحاجة لمثل هيك جماعات. قال السيد الرئيس انه الغرب او من يقف بوجه الجيش العربي السوري والسوريين يحاولون يخافون عن الحياة، لكن نحن مستمرون بالحياة. طبعا مستمرين طبعا، والدليل يعني اللي شايفينه هذا شيء جزء بسيط كثير من اللي عم يكون موجود بسوريا وخاصة حتى بالشام. نحن هلا بلدية، بس انا فيني اقول لكم انه حتى بالشام اللي عم يحكوا عنا انه وين ما بيسالوني من برا انه معقوله بالشام عم تقدروا تتحركوا، ولا نحن واصلنا بالاعلام انه خربانه وانه كلها مدمره ولا كذا. انا 4 سنين ما غادرت دمشق، و4 سنين عم صور مسلسلات وباماكن القصف واماكن الساخنه، وما في اي شيء اثر علينا يعني الا بس يعني بطريقه الشغل، الا بس انه نحن يعني قديش مغمومين ومقهورين وحزينين، بس على ناحيه من ناحيه الحياه نحن مصرين
مصرين نمارس حياتنا الطبيعية لو تحت القصف، لو تحت الركام، لو تحت أي ظرف كان. وهذا بدل أنه نحن السوريين قديش شعب حضاري، قديش شعب اللي من 7000 سنة الحضارة حكت عنا والحياة بتحكي عنا، ونحن وضعنا هلأ وصمودنا عم يحكي تماما هوية السوريين اللي ما بيمر على التاريخ، ناس بيحبوا الحياة وجديرين بالحياة أكثر. تسلم لعينك، هذا واقع صح. بس معناتها من خلال حكيك انا استشعرت انه لازم تكون او برز دور الاعلام، برز دور الفنان، برز طبعا دور طبعا برز دور طبعا طبعا كلياته عم يثبت واقع، عم يجسد طبعا يجسد حاله طبعا. الاشياء القادمه لازم تعرفها طبعا، دور الفنان والاعلامي يعني هو اللي بوصل الرساله الاساسيه والحقيقيه والصادقه للناس اللي ما عرفانه شيء، للناس اللي عم تنوهم باخبار يعني اعلام ثاني بجوز هيك له غايه يعني ينحكى بهذا الشيء. بس عم اقول لك انه نحن فعلا شعب يعني انا ما شفت بحياتي ولا يمكن بيمر علي، وهذا بشيء بشهاده كل العالم من برا يعني عم تشوفونا من برا، بتجيني المسجات من برا والرسائل والاسئله انه انتم فعلا شعب قديشكم جبارين وصامدين. نحن تحت كل هاي الظروف القاسيه عم نشتغل وعم نصور وعم نروح وعم نمشي وعم نسهر وعم قاعدين برمضان وعم نفرح، نفرح لانه على الاقل يعني الله يرحم شهدائنا، الله يرحمهم جميعا، هن اللي جسر العبور لهذا الفرح اللي نحن فيه هلا. بس رغم كل هذا الشيء نحن لما عم نفرح ونواصل الحياه اكراما لدماؤنا الطاهره يلي هي لاجلنا عم تكون، هي رسالتكم انه استمروا، نحن عم نحمي هذا البلد ونحن كلياتنا فدا هذا البلد. انا بدي اشكرك جزيل الشكر، كلامك جدا جميل، كلام بيدل عن جد على ثقافه الممثل السوري والفنان السوري. هذا واجبنا. شكرا جزيلا لك، كلامك بالف خير جميعا. شكرا. يسعد مساكي. مساء النوري، هلا اهلا وسهلا فيك. تسلمي. بلادي ونورتي، بلادي ونورتي قناه اوغريت. شكرا لكم وشكرا لقناتكم اوغريت اللي بننبسط فيها كثير لانه من القنوات الجديده اللي طلعت على الساحه الاعلاميه. طبعا حضرتك الاعلاميه مشهوره رميه عن التاريخ. تسلمي. تسلمي يا رب، تسلمي. مديرة اذاعه صوت الشباب. اهلا وسهلا فيكي. هلا بيكي هلا. تحكي لنا مدام سلوى عن الاجواء رمضانيه اللي شاهدتيها هلا بالطقس اللاذقيه بهيدا المهرجان اللي تحت شعار رمضان اللي شمعنا. هلا ما في احلى من اجواء رمضان، ولما بيكون في شيء خاص عاملينه لجو رمضان لنعمل لمه اكثر، لنعمل جمعه اكثر، لنعمل نشاط اكثر، حتى ما يمرق رمضان الا ما يكون في شيء مميز وشيء حلو، فاكيد شيء بيبسطنا اكثر. نحن جايين من الشام لانه في شيء حلو، ورمضان كله ككل. تسلمي. وككل هو رمضان حلو بحال انه صار في شيء مميز خصوصي له علاقه بالرياضه وبالفن وبالاعلام، فهذا شيء بيزيد حلاوة رمضان. وشهر هو بيتميز بأنه بيجمع الناس مع بعضها، فحلو أنه نحن نجتمع، وأهل البحر هي كمجموعة عاملة شيء حلو مميز بتلفت الانتباه بطريقة تعاملها حتى جمعة للأشخاص وللشخصيات، إن كان فنانين وإن كان رياضيين وإن كان إعلاميين، فهذا الشيء بيعمل شيء عندهم يعني بيعمل شيء حتى للاذقية ككل يعني خصوصي ما كان باللاذقية. أنا أكيد سعيدة إني موجودة باللاذقية أول شيء، موجودة بين أهل البحر اللي هني مجموعة كثير حلوة، أكيد بين أهلي وناسي، وأنا من الناس اللي بعشق اللاذقية يعني إنه أنا بحبها كثير، إنه سنوياً لازم يكون لنا جاي على اللاذقية. وبطبيعة شغلنا نحن كإذاعة كمان كنا ننقل كثير من أيام مهرجان المحبة، يمكن ننقل الفعاليات النشاطات اللي عم بتصير هون باللاذقية. هلا رجعنا يعني مثل ما بيقولوا رجعنا وبدت الامور ترجع على طبيعتها ان شاء الله بسوريا، فرجعنا ننقل الاجواء، وهلا نحن موجودين باهل البحر وبهي الجماعه اللي هي رمضان بيجمعنا عم ننقل الاجواء كمان على الهواء بحال لقاءات مع الرياضيين، لقاءات مع الفنانين، معكم كمان اذا بصير لي اني نعمل لقاءات معكم هذا كمان بيسرنا لانه بننبسط ببعضنا نحن. اكيد بيسعدنا نحن كمان نكون معكم. مدام سلوى باعتبارك مديرة اذاعة صوت الشباب المتعلقة طبعا، الاذاعة المتعلقة على دوام، تحكي لنا بشكل عام عن يعني زوايا
تأثرت بهذه رمضان شهر رمضان الأعمال يعني الجديدة الأشياء الجديدة الأضافتية يعني هلا اللي بيميز إذاعة صوت الشباب إنه بتكون أحيانا كتير برات الاستوديو يعني بتنقل أجواء برا بتنقل أجواء رمضانية أجواء فنية أجواء ثقافية أجواء رياضية كتير بتحاول تكون قريبة منا إن كان بالشام وإن كان بأي محافظة من المحافظات وهذا الشيء بيعطيها ميزة عن باقي الإذاعات واللي بيميزها أكثر إنه كمان ما بنعتمد على مراسل فقط يعني بنجي ككادر نحنا أو بنبعث مجموعة بيأدوا بينقلوا الصورة بطريقتنا نحنا هاي الطريقة اللي هي الطريقة العفوية الطريقة البسيطة اللي حبوها الناس من زمان الحمد لله يعني إنه لاقت نجاح ولاقت شعبية يعني حتى بأي مكان هلا بنجي بتلاقي بتركض الناس إنه صوت الشباب موجودة هون فهذا الشيء بيعمل له شيء لإلنا وبيعمل شيء للناس حتى وقربنا من الناس إن كان ببرامجنا برمضان وإن كان بالفترات السهرة وفترات المساء وفترات النهار أحلى شيء بالإذاعة أنه قريبة من الناس هاي اللي بيميزها وقريبة من الشباب وين ما كانوا يعني كان في أي فعالية وأي نشاط ممكن معهم في برامج كتيرة بشهر رمضان بتكون خاصة بشهر رمضان بأجواء رمضان في فترات بتكون مخصصة للإفطار مثلا فترات مخصصة للسهرة في شيء بنص الليل بعد نص الليل يعني هاي طبيعة الإذاعة والمستمعين بتابعونا الحمد لله شهر رمضان شهر الخير شهر البركة يعني بدي أقول إنه إن شاء الله يا رب رمضان الجاي ترجع سوريا أجمل وأحلى وأكثر نشاطا وأكثر تألقا يا رب بدي أقول تحية لكل الناس اللي عم تحاول من كل قلبها إنه ترجع سوريا وعلى رأسهم جيشنا العربي السوري الرائع اللي هو ما بنقدر نوفي أي كلمة يعني قد ما حكينا شبابنا الحلوين شبابنا اللي عم يحاولوا يعملوا مبادرات حلوة لحتى يرجعوا كمان سوريا مثل ما كانت مثل مجموعة أهل البحر اللي عم تحاول تعمل شيء لترجع تتألق سوريا مثل ما كانت وأكثر إن شاء الله يا رب وهذا رمضان إحساسنا هيك يا رب أنا بندعي نحن كلياتنا وشهر رمضان هو شهر الدعوات خلينا نقول والله بيستجيب دعواتنا إنه ندعي له لرب العالمين إنه وإن شاء الله الكل اللي عم يدعي لسوريا إنه تتقبل دعواته بهالشهر الكريم ونكون مع بعض وتتألق سوريا والله يحمي سوريا يا رب ويحميكم جميعا يحمي أهل سوريا طبيت الحلوة وشعرها طاير على خدة قلبي من يوم يا قلبي ما عاد يتهدى طبيت الحلوة وشعرها طاير على خدة قلبي من يوم يا قلبي ما عاد يتهدى سألتن عن اسمها قالوا لي اسمها زينة يا ريت حلمي يتحقق قربك يا زينة سألتن عن اسمها قالوا لي اسمها زين يا ريت حلمي يتحقق قربك يا زينة زينة الحلوة زينة سحرتني برمشة عينة نظرة من عيونها والله بتحيينا من جديد زينة الحلوة زينة سحرتني برمشة عينة نظرة من عيونها لك يلا وين سف بالعالي 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 يا ولو طبعا مشاهدينا الكرام معي هلا حاليا احد النجوم السوريين الاستاذ عبد الفتاح المزين اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بألف خير ان شاء الله كل عام انت بخير حضرتك والاخ المصور بس بدي اقول شغله بالبدايه بدي اقول كل عام انت بخير يا سوريا كل عام انت بخير يا قاسيون كل عام وبخير الجيش العربي السوري كل عام وبخير قوات الدفاع الجوي كل عام هنهم خير عناصر الدفاع الوطني وعناصر اللجان الشعبية وكل مين عم يساهم في الدفاع عن سوريا يعني شو ما حكينا فعلا يعني بهالأزمة الفظيعة اللي عدشناها نحن في سوريا أنا بحس حالي أنا شو ما قلت قليل اتجاه هدول الأكارم اللي عم يشرفونا ويشرفوا البلد طبعا استاذ عبد الفتاح انتوا هلا بمحافظه اللاذقيه ضمن فعاليه رمضان يجمعنا اهل البحر كنتوا بمشاركه كرويه مباراه كره القدم كيف انا لبس سبور
ارقام كذا هيك، احكي لنا شوي عن الجو، كيف الرياضه؟ هو بيني وبينك انا بدي اقول لك صراحه انا مالي براء بالرياضه اليوم، بس بفعاليات اهل البحر عنا، انا عضو لجنه بفعاليات بلجنه اهل البحر، مجموعه اهل البحر. طبعا نحن بنشارك بشكل تقريبا صوري، عرفت يعني نوع من المشاركه الفنيه مع الاخوه الرياضيين، يعني عرفت كيف رايي؟ بس انا يعني عزيزي مساوي بلعب ما بعرف العب، يعني تركض الطالب وتركض طفاها، يعني ما يعني كوتش بتزبط اكثر، كمدرب بتزبط اكثر، والله ما قوي. فاشل بالرياضه، بس الرياضه حلوه جمعكم مع الرياضيين، الرياضه حياه صح. المرحوم الخالد حافظ اسد كان يقول الرياضه حياه، وهي حياه فعلا طبعا. طب خليني احكي شوي عن الاعمال السوريه، المسلسلات اللي عم تنعرض حاليا، شو متابع منها؟ شو لفت انتباهك اكثر فيها؟ والله مشاركاتك طبعا. هلا انا السنه اعتذرت عن 3 اعمال، السبب واحد منهم عامل شبيه له لاحقا سابقا، يعني لا ما بحب كرر نفس الدور تقريبا، لا شبيه له، ايوه معناتها انا اكون كاني عم كرر حالي. العملين الثانيات الثانيين النصوص ما عجبتني كفكر مطروح، يعني لقيت انه ما بيناسبني لا البلد ولا بيناسبني. عطتك انا عمري حبتك بخلاص، تكبر وتنساني انت بلي احساس، عطتك انا عمري حبتك بخلاص، تكبر وتنساني انت بلي احساس، صغير وانا ارعاك خلاص قلبي تاب اهواك انا تعبي، خدني بحنانك والله بحنانك، ابي عالدنيا يا ظل كل علشانك، خدني بحنانك ابي عالدنيا يا صغير كل علشانك. طبعا مشاهدينا الكرام برجع برحب فيكم من جديد. طبعا انا هلا بحضره الفنان حسين عباس، الفنان الرائع، الفنان النجم السوري، اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بألف خير. كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. استاذ حسين عباس، خلينا نحكي شوي عن اجواء الجمعه الحلوه، رمضان يجمعنا اهل البحر، جمعه فنانين، جمعه رياضيين، جمعه اعلاميين، اجواء الفرحه كيف شفتها؟ نحن بحاجه كثير للفرحه، هذا التجمع اللي عم يصير مشكورين أهل البحر عليه، كان مو أول مرة، لكن فيني أقول أول مرة بحس بهي النكهة، لأنه انقطعنا خلال الأزمة. الحقيقة قبل الأزمة كان بشكل تقريبا شهري يصير تكريم لبعض الفنانين النجوم بمدينة اللاذقية بأمكنة مختلفة، الأزمة إجت أسرت على هذا الشيء. هي أول تكريم بصير أو أول حفل تكريم بصير بعد هاي الأزمة، فقالوا نكهة خاصة، قالوا وقع خاص بنفوس الجميع، هاللمة الحلوة من فنانين ورياضيين وإعلاميين، لقاء كتير مهم. لازم نقول دائما ونفرج للعالم أن نحن شعب حي، نحن شعب ما بيموت مهما صار فينا، نحن بنستمر بالحياة، نحن سوريا بنقول أنه سوريا ولادة دائما، وإن شاء الله الأزمة بتعدي على خير، وبرجع بقول رمضان كريم. رمضان كريم. بس خليني أنا، كل فنان أو إعلامي أو رياضي استضفته حكينا شوي عن المباراة، استاذ حسين ما شايفك لابس بجامة رياضة، يعني ما لك مشارك بالمباراة، لكن أكيد وصلتك أصداء المباراة، كيف شفت المباراة؟ إن كانت كنت يعني شاركت فيها، غيرت ثيابك أو شيء؟ لا، اليوم أول يوم هو التكريم لعدة أيام، أنا اليوم ما قدرت شارك، اعتذرت ما قدرت اجي فما حضرت المباراة، لكن من خلال انطباعات الناس الموجودة كانت كتير حلوة، هي بتصير نوع من الكرنفال، يعني خلينا نقول هو الأجمل، ما فيني نسميها مباراة رياضية لكن نوع من الاحتفال، احتفال ببعضنا كلياتنا. هي مباراة صارت يمكن بالإعلاميين والفنانين والرياضيين يمكن نعرفت نتيجتها محسوبة نتيجتها سلفا. هو مجرد المشاركة هي يعني شرف وفخر لكل فنان، يعني هي الرياضة حياة. استاذ حسين انا بدي اشكرك جزيل الشكر على هاللقاء اللطيف، بدي اقول لك من اول وجديد كل عام وانت بألف خير. وانتم بألف خير، شكرا ورمضان كريم للجميع. شكرا لك. ودمت يا من العشق قلبي وحبيتك.
يستاهل شوفت عين عصت علم عجنابها يا ظالم يجيلك يوم توقع ما حد يلمك ما تعود تشيد العار تغرب بيواح الهمك يا ظالم يجيلك يوم توقع ما حد يلمك طبعا مشاهدينا الكرام برحب فيكم من جديد. طبعا انا هلا معي النجمه السوريه الصاعده خلود حسين عيسى. اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بألف خير. اهلا وسهلا فيك وانت بألف خير وان شاء الله رمضان بيجمعنا على طول وان شاء الله على طول الخير بيعم على سوريا والجيش العربي السوري ان شاء الله يا رب. طبعا خلينا نحكي شوي حضرتك نجمه صاعده حاليا، خلينا نحكي عن بدايه تجربتك طموحك الاعمال اللي شاركتي فيها. هلا بدايه تعرف ما في شيء سهل بالحياه، بدك تطلع السلم مثل ما بيقولوا درجه درجه، والحمد لله صلي من 2007 عندي العديد من المشاركات ومثل ما بيقولوا ماشيين بهالطريق وعم نستعين برب العالمين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بدنا لك كل التوفيق. شايف بجامعة الرياضة سبور نحن هلا كنا بمباراة بين الفنانين والرياضيين، كل شوي عن اجواء المباراة كيف كانت؟ هلا قبل اجواء المباراه طبعا الكابتن مازن كوسا معروف دائما هو كل سنه بيعملنا شيء مميز برمضان يجمعنا سواء كان السنه الماضيه ولا السنه هاي، وكنا من فريق المشجعين مثل ما بيقولوا. بس شو بدي اقول لك كيف كان اداء الفنانين وكيف كان اداء الرياضيين؟ هلا بالنسبه للرياضيين ما شاء الله عليهم رياضيين، بس اما فنانين يعني ما خرجوا لا بطاقه يعني كمان النتيجه معروفه يعني 10-0 يعني طيب خلينا نحكي شوي على اجواء الجامعه الحلوه هيدي، كلياتكم بتجتمعوا مع بعض في جروب جاي من الشام، جروب لقاكم هون عنوان رمضان يجمعنا اهل البحر، يعني جدا عنوان معبر، كلنا شوي عن الجامعه. هلا اكيد هلا اسمه رمضان يجمعنا اهل البحر، بما انه رمضان يجمعنا ف يعني شيء طبيعي من الشام من حلب من اللاذقيه من طرطوس، فجميع المحافظات هلا مجتمعه فنانين فنيين صبايا وشباب كلياتنا. شو بدي احكي لك، انت شايف هلا الوضع ما شاء الله بجنن، يعني ما رح فيني احكي، هاي الكاميرا خليها تصور وتشوف. اكيد طيب انا بدي اشكرك جدا على شكرا كثير لك، شكرا لوجودك لاعطائك التصريح لقناه وداريك. شكرا كثير، شكرا كثير لكم وشكرا كثير لفنيين ببرنامج اهل البحر رمضان يجمعنا وان شاء الله بيعمل خير علينا وعلى سوريا وعلى الشعب العربي السوري جميعا. شكرا جزيلا لك. يا اهلا شكرا. Yeah.
طبعا مشاهدينا الكرام، من بعد ما كنا مع نجوم التمثيل السوري، حاليا رح نكون مع نجوم الرياضة السوريين. طبعا مثل ما شفنا من شوي مع زميلتي وئام، كنا بتغطية لمباراة بين الفنانين والرياضيين. طبعا أنا هلا بحضرة الكابتن جورج خوري، لاعب المنتخب السوري ونادي الجيش. أهلا وسهلا فيه، كل عام وانت بخير. وانت بخير الله، إن شاء الله بنعاد عليك ورمضان كريم إن شاء الله. علينا وعليك رب. كنتوا عم تلعبوا مباراة، طمني كيف كانت الأجواء؟ يعني الحقيقة أجواء رمضانية حلوة، تظاهرة حلوة، وخاصة بوجود الفنانين الكبار ولاعبين قدامى كرة القدم. طبعا أنا هي ثالث مرة بشارك بهيك دورة رمضانية. طبعا هالمشاركة، يعني أنا بحيي الكابتن مازن كوسا على هالمشاركة اللي عم يساويها، عم يجمع بين الفن والرياضة، وتعرف يعني حتى الرياضة هي فن. في طبعا الشغلة الإيجابية اللي أنا بشوفها فيها، أنه الحقيقة ما في تواصل بيننا وبين الفنانين أو بيننا وبين أصدقائنا القدامى بكرة القدم، فعم تجمعنا هالظاهرة الحلوة اللي نحن الحقيقة عم نلبيها. وإن شاء الله بيعود الأمل لسوريا بهيك بهجة وبهيك أمل إن شاء الله. كتير حلوة مثل هيك تجمعات بين الفنانين وبين الرياضيين. بس معلش، حتى لو خبرتنا شوي عن تفاصيلها، من شوي كنت مع مدام غادة بشور، قالت لي إن هي كانت كابتن. طمني كيف كانت، كيف حيوية الفنانين عنه؟ شوف الفنانين الحقيقة يعني اللي ما بيعرفون بالتمثيل ما بيعرفون غير برا التمثيل. الحقيقة فنانين السوريين الحقيقة ناس متواضعين، ناس بيلبوا النداء الحقيقة، عم يجوا عم يشاركوا بهيك احتفالية. أنا بشوفهم إنه بيعطوا، خاصة للي عم يشوفون هلا خارج نطاق التمثيل، عم نكتشف الشيء الاجتماعي اللي فيهم خارج نطاق. حتى لاعب كرة قدم في كتير ناس تأخذ فكرة عنه، أول فنان داخل الملعب أو داخل التابلو، بيشوفهم خارج الملعب غير، أو خارج التمثيل غير شكل، فبيتفاجئوا فينا الحياة. ونحن الحياة تاريخنا الحافل بكرة القدم هو أخذناه نحن، استمدينا الحياة من الجمهور، فعم تشوف في جمهور عم يشجع، عم يعيد ذكريات لنا كتير حلوة الحياة معه. طيب هلا هيك كان أجواء شوي، خليني بس أطلع شوي أخذ من حضرتك تعليق أو تصريح بأجواء الدوري السوري حاليا. كيف أجواء الدوري السوري؟ الحقيقة يعني أنا عم بطلع حل المباريات بالدوري السوري، أنا بحيي كل إنسان عم يشتغل الحقيقة بالرياضة السورية، إن كان حكم أو إعلامي أو لاعبين بهذه الأزمة اللي نحن فيها، وبشجعهم وبشد على إيديهم إنه نحن لازم نمشي الدوري السوري، لو إنه الإمكانيات ما أنا موجودة ولو إنه المستوى يعني شوي تعبان، بس أنا بشوف المشاركة بالدوري بكل النواحي هي شغلة إيجابية. والحقيقة الدوري السوري أنا السنة شفته جيد، يعني حتى تألق نادي الوحدة بكأس آسيا ونادي الجيش بكأس آسيا، ومنتخب سوريا رفع ترتيبه تقريبا 28 درجة. فأنا بشوف إنه الرياضة السورية الحقيقة بخضم هالأزمة أنا بشوفه جيد جدا. يعني حلو كتير، يعني أنا بدي أشكرك على اللقاء المختصر المهضوم. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، نعاد عليكم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. سوريا نحن رجال، برجالك شو في حال؟ سوريا نحن رجال، برجالك شو في حال؟ لا يهمك شو عبالي، وانتي صاحب القرار، وانتي صاحب القرار، انتي صاحب القرار. طبعا وئام، يمكن هيك بنكون وصلنا مع مشاهدينا الكرام لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله يا رب تكون ونكون نحن خفاف الظل على قلوبهم الكريمة. أكيد همام نهاية هذه الحلقة لليوم، لكن أكيد عندنا حلقات جديدة ومشوار جديد ولقاءات جديدة بأجواء رمضانية جديدة. إن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم مشاهدينا، وقدمناكم كل شيء بارد كثير. أكيد مشاهدينا الكرام هيك بتكون انتهى مشوارنا لليوم، لكن هو إعلان لبداء مشوار جديد. إلى اللقاء.